يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي بالغرام اللي طريني. بصوا يعني انا زي اختي كل حاجه. يلا ثلاثة اثنين ليلي ماليش فيه. يا نهار ابيض. يلا لا ده تحدي. لو ذكر اعملها. لا لو ذكر اعملها. مش هعملها. اعملها. خايف. ليه؟ رد فعلك اكيد. انا ما اعرفش رد فعلك بس انت تعمل حاجه. لا لا واحد يقول ربنا يخليكم لبعض. انا يا جدعان ما اعرفهاش. هي ست بتحكي معاك. يا فتحتي جماعة يرمين في البول. لو جابوا 100 كومنت ان هم يرمين في البول ترميني. لو جابوا 500 كومنت ارميك ارميك 500 تعليق ارميها. ارميها. بص حافظ العقد بيقول لك ارميها. لو جابوا 500 500 ارميها. طب انا اعلق عليك 1000 ارميها. ارميها 1000 كومنت ارميها ما يرميها. وانا ارميها. المشكلة بقى انا ناسي بقول انا حاطط وراك في البول الابيض. لا تلبس دي هو كده ايه كميه الميه دي؟ انا مش ظاهره في العداد. لما تظهر بقى انا مالي. بص الاكثر ارسالا ايه؟ مين ده؟ من الغاز زي دي مين الدنيا؟ ده انت كمان؟ ارميها. ايه؟ ارميها. احيانا ده هو داخل منه 500. لا ما حصلش ما جبناش 500. ليه؟ عدوا 500. 1000 ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عدوا ايه ده؟ ارميها. ايه ده؟ ليه ارميها ليه؟ عايزين نتحبس ليه يا جماعه؟ انت هتتحبس ليه؟ ارميكي ليه؟ انا ما قلتلكش ارميني، انت هترميني بجد؟ لا ليه يا جدعان ده؟ يا جدعان في كاميرات في امن في ايه؟ هيعملوا لك ايه؟ وهيجي لك برد. هيجي لك برد ما تبعتش لبس. ايوه انت بقى ترميني. لا هيعملكش لبس والله. لا انا شفت بيتي فوق. اه صح بس هتطلع كده ما هيجي لك برد. انا حاسس ان لا يا جدعان ايه؟ يعني تضحك عليك تقول هات 500 كومنت. ده كده 60000 كومنت بس يا جدعان. ما تخلونيش اتجنن يا جدعان. يا جدعان سيبكم من الشخصيه اللي انتوا بتشوفوها على اللايف وفي الفيديوهات. انا اصلا بيصعب عليا البنات والناس. بجد؟ طب ارميها في الكبير ولا في الصغير؟ لا في الكبير عشان ما تعورش. لا ما تقول مين؟ جميلة أوي يا أخي. كبيرة ولا صغيرة ولا كبيرة؟ طب الجو ساعة بجد. مش ساعة. يا جدعان والله بجد الجو ساعة. براحة براحة وبتاع عيونك على أي حاجة. مش مستني أشوف حد يصور لأمي. أنت كده تمام. هرميكي خالص. هرميكي. 30000 واحد يقول لك يا نهار أسود ده حزينة. هرميها يا حسنة. طب استنى شايف لايف شايف لايف سلام سلام والله بجد بتكلم يعني لا بقى هتتسوح. انا شايف اللي هي تسويح. مبلاش بلاش العوض اللي احنا فيه ده. مبلاش هو انت اللي هتريبه ولا ايه؟ فكك من الشغل ده. انت بتسحبيني على فين؟ فكك ها؟ بقول لك ايه؟ ايه بجد حاجه لا اراديه مش عارف. طب تعالى بس كده فوت من العمى. تعالى اقول لك حاجه. لا تعالى اقول لك. لا حاجة. لا اسد 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 وبعدين تعالى اسالك. تعالى هو كل ما حد يتصل تقول لي انت مين؟ مين انت؟ انا مش عارفه. انا بسال عادي وانت بترد. ممكن مش انت تقفل ده. خلاص ما تزعليش كده. انت زي اختي. طب ماشي وانا قلت لك حاجه. اختي الكبيره. انت اللي كبير. انت اكبر مني. يلا يا عجوزه. انا عجوزه عندي 26 سنه. ايدك بقى ايدك ايدك يا بنت. 26 سنه. انت بنت ايه ما تمسكيهاش تاني يا راجل في بيتي. ما ينفعش تشوفي هدومي زي انت هنا بقى في بيتي. وانا ما اعرفش انا الحكومه. مش انا الحكومه. انت كام سنه؟ انا؟ انا 23. هيصدقوا هيصدقوا. طب ماشي الناس عارفه انا كام سنه يا جدعان بس. يعني انت مواليد 2000 بقى زي ما صاحبك قال. انا مواليد اصلا. لا 2002. انت عبيط. ايه؟
القرف ده؟ شفت انا طفل ازاي؟ انا عيل. شفت بقى؟ لو مش كل شويه حد من التلفزيون تبص للتليفون ما ينفعش. ايه العلاقه بالسن؟ انت مواليد كام؟ خلاص انا عندي 27 سنه. سبعه ولا ثمانيه؟ ثمانيه. انا سته، يعني اكبر مني سنتين. لا انا سبعه. انا خمسه. ما تخلص بقى. شفتوا بقى يا جدعان؟ عرفتوا اللي هي بتحبني؟ يا بنت الغدار عايزه ترقتلني في الميه؟ انا مش عايز ارميك كل ده وصعبان عليا وكنت يا بنت بطل الغدر اللي فيك ده يا صفرا يا صفرا يا اخضر يا صفرا يا اخضر بس يا اخضر لما ارميكي بقى ما تزعليش انا مش زعلانه. طب ايه طيب؟ هو انا هنقعد نجري من بعض كده؟ يا جماعه اداني الشلوت. انا مش عارف انا عملتها ازاي. اداني الشلوت. يا جدعان كانت جايه تمسكني اقسم بالله. رحت اديتها بالشلوت كده. اقسم بالله ما اعرفش اعمل ايه. بطني واحد كده. وانا في بطنها. انا فجاه تخيلت واحد بيشدني فرحت رد رد فعلي ما تاخدش الدنيا. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما كنتش اقصد.